سنة بني بني. لسه مفتحتوش. سنة بني صغيرة خالص خالص. ده لو البشرة قمحي ماشي مع أبيض، كتري الأبيض على قد ما تقدري لو انت عايزة عادي مش فارقة معانا. احنا دلوقتي حاليا بنعمل لون البشرة. الفرشة بتاعتك لازم تكون مغسولة كويس جدا، ولازم تكوني مسحها ده لو احنا عايزين البشرة غامقة، نفتحها شوية اهو. ده لون البشرة بني، نقطة بني او نقطة حمراء مع كتير ابيض. انا شكلي كترت في البن بالشكل ده كده. انا مش عايزينها سمر قوي برضو، صحيح انا اسمره بس يعني ايه نفتح حبه برضو. يبقى تاني عايزة اللون يبقى فاتح هتحطي ابيض، عايزة اللون يبقى غامق هنحط ايه اسود. ايوه ده كده الحمد لله ابتدينا حفظنا اهو. مش عاجبك اللون ده بتجيبي اللون الاحمر نقطة احمر نقطة احمر مع ايه مع ابيض، هيديكي برضو ايه لون البشرة. احنا كده شغالين من غير تطريز على فكرة، يعني انا كده شغلي كله الاخير ده كله من غير تطريز. على فكرة معلومة، اللون ده بيفتح بعد كده اهو كأنه لون كريم اساس. في ناس على فكرة بتعمل بكريم الاساس بيبقى شكله تحفة، بس ما لما بيتغسل بيطلع. طبعا انتي بقى لو استخدمتي كريم الاساس عرفي العميل او الزبون بتاعك انه ما يغسلش الشغل بتاعك. على فكرة ممكن تعمليه بالقلم الفيبر كاستل، اللون اللي هو لون البشرة تعملي بيه. انا كنت عاملة بيه برضو اللي هي دي، بصي انا عاملة بيه دي اللون ده عاملاه من القلم الفبريكاست. يا دوب بتبليه بالمية وبايه وبتعملي بالراحة خالص عشان ما تنسيش ان احنا ايه شغالين والطارة اصلا زي ما قلت لك. مش عاجبك اللون نقطة حمراء، حابة اعمله معاكوا برضو وبعد كده ان شاء الله. دي مش اول حاجة هنلونها مع بعض. شايفة لو خدت بالك انا بلون من تحت لفوق عشان المسافة صغيرة، من تحت لفوق حتة بحتة من تحت لفوق حتة بحتة. انا مش هحط ميه خالص ولا هحط الايه الفرشه في الميه، واتفقنا ليه؟ علشان احنا اصلا شغالين وربنا يستر والطاره كلها ايه ما تبص مننا، لان احنا شغالين
والالوان ما نشفتش اصلا. سيبي مسافة ما بين اللون واللون بدل ما فيش تطريز. بالشكل ده كده على قد ما تقدري، حاولي ما ترفعيش الطارة بتاعتك نهائي. انتوا كده معايا ولا نمتوا مني؟ دي حتة من ايديها اهي. ودي حتة من ايد البنوتة. بصي محدش بيجري وراكي، محدش بيجري وراكي خالص. حاولي على قد ما تقدري تختاري الفرشة شكلها حلو. انا هحاول على قد ما اقدر اصور لكم اللي هي شكل الفرشة اللي حلو. انا قلت لكم ان انا مع الاسف طلبت من واحدة هنا تجيب لي فرش وتجيب لي حاجات لاني مش بخرج، فجابت لي الفرش العجيبة دي. حتى الوان المية جابتها لي مش حلو، نوعها مش حلو. احنا كده خلصنا التلوين خالص، وزي ما اتفقنا وتعودنا فرشتنا تتغسل. طبعا المية دي لازم تتغير، يعني كل لون هتغيري المية، علشان المية برضو ايه هتلاقيها خدت من لون. لو انتي شغالة في لون غامق وبعد كده اشتغلتي في لون فاتح، انتي بقى قاعدة بقى مع نفسك تروحي تغسلي الفرشة في الحوض، تكبي المية كل شوية. لازم تبقى معاكي قماشة نظيفة، مش منديل، قماشة نظيفة. تمام كده. هي هتظبط اكتر وهتشوفي شكلها اكتر لما نعمل التطريز.